إني أتيت ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. بونسوار بونسوار اتوتي اتوس. الزول في اللون الزول مقران ان شاء الله ديما تيلي ملاباس اسا بيان سور 26 نوفمبر 2024. مرحبا بكم. اون با اون بارلي رابيدمون سور ان سوجي كو جي ديجا بارلي مي اون ا جي ايفوكي ايير. اون با اون بارلي اوجوردي. قبل هذا ما ننساش كيما العاده مي شيغ زامي جو بي با اوبليي دو بارطاجي افيك فو مون كافي. نقول لكم صحه القهوه النون, هذه القهوه تاع العشيه. نقول لكم صحه القهوه النون, صحه قهوتكم. بون كافي اتوتي اتوس. الناس اللي تشرب قهوه درك هايله وهايله بزاف. الي البارح واحد السيد من ولايه خنشله من قيس اكزاكتومون il a publié واحد حط واحد sur son page Facebook je pense ou là sur non حطها وقيلا sur de manière sur les réseaux sociaux le site c'est Facebook ou là والله Telegram ou là je ne sais pas والله ما على بالي exactement ولا جهه. حط واحد المنشور يقول باللي لقاو جنين لقاو بيبي يطيش وحط واحد تصور. التصويره هذيك كانت قديمه, تصويره انا على بالي ايش هذيك التصويره تاع لو بيبي هذاك. حطوها حتى في واحد البلاصه اختلفت في الطرف وانا جبتو بيان تري تري بيان في ولايه الطرف. وقالوا بلي لقاو جانين كيف كيف في الطيش في بحد الجبانه وما نعرف واش. انا اتصلت بالسلطات نتاع الطرف ونفاو هذا الخبر هذا. قال لك ما كانش, ولكن لا فوتو هذه قالت شتي فوتو قديمه وخلاص. البارح عاودوا حطوا هذيك لا فوتو افيك منشور بوبليكاسيون يقولوا بلي لقاو جانين في قيس. انا البارح قلت لهم هل لا فوتو قديمه وهل الخبر بالك يكون غلط. مالوغوزمون اليوم تاكدت باللي الخبر صحيح, الخبر صحيح الا لا فوتو قديمه. فوالا الخبر صحيح. هذا الجنين اللي لقاوه في قيس ولايه خنشله سيبري لقاوه يطيش. سيت اون في طفله في عمرها تبقي ما بين 10 ايام ولا سمانتين على كل حال. لقاوها على قيد الحياه الحمد لله, وراهي في مستشفى تاع قيس.
هاد الشيء هذا ماهوش هو الاول، ماهوش غير قيس ولا خنشله ولا طارف ولا الجي ولا قسنطينه ولا تبسه، هاد الشيء هذا تعودوا علينا حنا هنا في الجزائر، وين اشاك فوا كانوا اخرين حتى كلاهم الكلاب، اخرين كلاهم الكلاب، اخرين مساكن ماتوا بالبرد، اخرين دونك سي دي كريم يعني، واش نقول لكم سي دي كريم يصراو. سي فري يعني الواحد باش يطيش كما قال واحد، حنا الكلب ما نطيشوش، الشيان ما نطيشوش، القط ما نطيشوش، خليها واحد يطيش ان تخيما، يطيش مخلوق تاع ربي سبحانه عز وجل يطيشو فوالا. هذا اللقط هذا بيان سور اون كوندان بيان سور، حنا كما قال واحد هذا الشيء هذا حنا ما نمشيوش معاه خلاص، وكما قال الانسان حنا اون كوندان هذا الشيء هذا باسكو سي ان اكت كريمينال. ايماجينو هاد الطفله مسكينه هذه عدوا عليها كلاب ولا ديوبه ولا منا كانوا ياكلوها، ولا كانت تموت في البرد بالبرد، اوروزمون كانوا الناس شافوها تفطنوا وعيطوا كما قال واحد للمسؤولين وجاو هزوها وداوها راهي في لوبيتال. اون انكيت ا ايتي اوفيرت بار لي سيرفيس سيكوريتي باش يشوفوا واش يقولوا للناس اللي على كل حال هاد الناس هذو اللي حطوا هاد البيبي هذا لبرا. اذا اون كوندان هاد الدام هذه هاد الاخت هذه اللي طيشت الكبد نتاعها، سي با فاسيل يا ناس، سي با فاسيل، فاني با نطيحوا كيما قال واحد على الام هذه مسكينه اللي هزت هاد الطفل هذا ولا من 19 شهر واللي تحتمت عليها الظروف انها طيش هاد الطفل هذا. يفودغي نحلو ونشوفو علاش هاد المرا هذه راحت ورمات هذا الطفل هذا اللي هزته وتعبت عليه 9 شهور. اسكو كوين نتوما بلي سي فاسيل، سي فاسيل باش مرا تجيب طفل وتطيشو كومريا كي اللي شغل ما كان والو؟ انا اللي يقول كيما هكذا ما نصدقوش. علاش؟ كيما قلت لكم انا لو كان نطيش الكلب نتاعي يغيظني ما نطيشوش، لو كان على القط نتاعي نطيشو لبرا يغيظني، نقول دوكا ما كلاش، دوكا راهو طايش، دوكا راهو ضربوه، دوكا خليه مراه مسكينه طيش الكبده نتاعها لبرا وفي لبن. كاين ظروف، كاين ظروف تخلي الانسان يدير هالشي. واش تخمو نتوما في المراه هذه اللي دات ولدها، اللي دات ولدها وراح دات فيزا، دات ولدها من الجزائر، وراح دات فيزا وراحت لفرنسا، والفيزا نتاعها قريب تموت، خلها يومين وثلاثة وما نجمش تقعد تما، وخلات ولدها في فرنسا، خلاتو يطيش في الزقاق، وقالت له روح بابا ولدي ما نرجعكش معايا الجزائر، ما تلقى ما تدير، ما تلقى ما تاكل، ما تلقى ما تعيش مليح، اقعد لهنا دوك يهزوك. يعني والله العظيم يعني واش نقول لكم يعني كي نوصلوا توصل هذا الشيء هذا يوصل للمراه طيش ولدها وما تروحش به، يعني والله العظيم يعني واش نقول لكم، انا نحب نقول لها المراه هذه اعطيني قلبك، اعطيني قلبك يا اختي العزيزه اللي طيشي ولدك وما تروحيش به، جيتي معاه وما تروحيش به. يعني حوايج ما يتصدقوش. لو كان واحد كي تحكي له كيما يقولك ما كاينش منها. مراه تجي مع ولدها ترك في الطياره وتجي معاه، هو جاي مسكينه فرحان بمو، وتوصل لفرنسا كيما قال واحد، ومن بعد تروح بلا شي بيه. يعني تصوروا هاد الشيء هذا، وقالت له دوك يهزوك وتعيش مسكينه، وهو ثاني الطفل مسكين وهزوه فعلا، وهزوه الدولة الفرنسية هزته وحطاتو في ان سونتر وداتو يقرا كيما يقول الانسان وروح. الوغ كنت اون اغيف افيغ سا، علاه مرا تهز طفل ولدها من الجزائر، ولد الجزائر، وتديه لفرنسا وتطيشو في فرنسا وتقولو دوك يهزوك،
شكون اللي يهزو؟ تهزو الدولة الفرنسية، ما عندوش ماليه، ما عندوش ماليه، ما عندوش باباه تم، ما عندوش يماه تم. الدولة الفرنسية شافوه يطيش كذا، عيطوا لابوليس، جات لابوليس هزوه الدولة كما قال واحد لاسيستون سوسيال، شكون انت، واش اسمك، واش منا، واش منا، وداوه هكا على السونتر كما قال واحد سلام مينور اني با اكسبولسابل. لو كان جا انسان كبير يقدروا اكسبولسيوه، مي طفل صغير اني با اكسبولسابل، وداوه هو يقرا في فرنسا كما قال واحد وروح. اسكو تحسبوه سهله باش امراه تروح تجيب طفل في كرشها سمانه ولا تسع اشهر ومن بعد اي طيش شغل باكزومبل ما باليش انا طيش شغل حاجه هكذا، او واحد تغيضو حاجه تغيضو صندلي، صندلي كيما هكذا نتاعي انا صندلي، لو كان نحب نجيب واحد اخر نحب نطيش شويه يغيضني باسكو ولفت به لهنايا وكلشي، خليها كيف اسمو، خليها العبد، خليها العبد، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. دونك يفودغي نتسائلو ونقولوا علاش، علاه توصلنا لهذا الشيء هذا، بوركوا بوركوا. والناس يجيوك ويقول لك هذا كله وكثر عندنا الفسق وكثر عندنا من هنا وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش، ويدخلوها لك ربي قال والرسول قال وما نعرف واش، وخطرش خلينا الدين نتاعنا وخلينا ما نعرف واش، وروح وروح. لا 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 المفيد، المفيد هو نرجعوا له، لازم نتعقلوا نكونوا عقال، نكونوا عقال. انسان يكون عنده بنته راح تعرف شاب تخرج هي وياه، هذاك الشاب هذاك ستمر تغير الطاقة بها وداروا دي غولاسيون وتبرا ولات بالكش. لا سامبل، سي سامبل، ماهيش حاجة كبيرة هذه. ويدخلوها وكان ربي والله سيطيح عليهم صقعة، يا ربي ما طيحش عليهم صقعة، لو كان ربي يحب هذا الشيء هذا ما يكونش، ما يكونش، ما يكونش، لو كان يحب ربي هذا الشيء هذا ما يكونش، ما يكونش، ربي ما دخلش، ربي ما قالش، ربي دار الدنيا ودار فيها العباد وقال لهم عيشوا حياتكم، غدوة في يوم القيامة يكون حساب إذا كان، ما على بالناش، غدوة يوم القيامة كما يقولوا هما غدوة، مي دوكا أثار تاع دنيوية، أثار تاع الدنيا، إنسان عنده بنته خرجت مع واحد طفل كما قال واحد، نورمالمون هذاك البوي هذاك يهضر مع بنته، يا بنتي هذا بوي الطفل هذا موش راح يجي يديك ولا موش راح كيفاه يدير، وهذا قال له بابا ما يحبش، ما يحبش، ايه ما كاينش مشكل، تحبي تحكميها بنتي، وي تروح الطفله كيف اسمو ديكلاري بيه، تروح للبلديه، البلديه قال شكون هو بوي الطفل، قال بوي الطفل ما يحبش الطفل هذا، انا راح نديرو لازم يعيش معايا، يديرو له دي بابيي باسم لافامي تاع الاخر نتاع المراه وتحكموا عندها تربي ولدها، ولا سي ولا داس تهزها اون شارج ويروحوا يشوفوا الطفل واش لازم، واش لازم له، واش ناقص له، والطفله ثاني واش بها باش يعاونوها باش ما تبقاش يعني اون شارج على باباها، ويديها يعاونوها ويجيبوا لها سكنه ويجيبوا لها منها، واذا ما تخدمش يشوفوا واش يدبروا لها خدمه، واذا ما زالت ما لقاو لهاش خدمه يعاونوها الساعه الدوله تهزها اون شارج كيما قال واحد، حتى ان شاء الله يلقاو لها خدمه وروح والطفل يروح يقرا وعنده الكوارت نتاعو ويروح يقرا وكلشي. لا مش لا لا، هذه الكفار اللي يديروا كيما هكا، حنا مسلمين، حنا واش هو حنا؟ حنا بريميرمون الدولة إذا سمعت يعيطوا لها، كوفوكاسيون، أروح، أليه جيبوها بالدار الماشينة، الشرطي ولا دركي ولا منا، اسم مك، اسم باباك، وشكون هو اللي دار لك هذا؟ فلان، وقتاش؟ على قداش؟ داكور. وهذوك ما يحبش يستعرف، ما يحبش يستعرف، طق منا صحة. وهذا الطفل هذا واش ما تحبيهش؟ ايه ما نحبوش، اي عيط لك ساعة الاخر يديوه لابوبونيير. ومن بعد باباها هز الموس ورايح جاي على بنته، ولا خوها هز الموس ورايح جاي على بنته، بخستي بينا، وساعات اخرين يهربوا البنات مساكين، يهربوا من الدار خلاص، تخاف من باباها وتخاف من ما تهرب من عائلتها، تهرب تروح خلاص. علي ومن بعد يسمعوا دواعش، يسمعوا الدواعش، انتوما شفتوا بنت فلان قال لك اسيدي قال لك دارت مصيبه كبيره، مصيبه اللي تطيح عليكم ان شاء الله، مصيبه اللي تطيح عليكم ان شاء الله، ويبداو يهضروا، شوف اسيدي والله ابن عمي، هذا مش راجل هذاك مول الدار هذاك، يا ولدي لو كان جيت انا والله نحي لها الراس نتاعها، سي نورمال لو كان جيت انت تنحي لها الراس نتاعها باسكو انت دعشي، باسكو انت رباوك الدواعش وليت دعشي، سي نورمال ما تقبلش،
اسمع سي محمد راه الوناغ سي، هادي راهي هادي راهو الشرف، شرف شرف نتاعكم ها يا دواعش، شرف نتاعكم يجي في 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 واش يقولوا في حاجه تافهه نتاع الراجل ومراه يتلاقاو مع بعضهم يديروا ماكت سيكسيوال، يجيبوا مراه يجيبوا طفله ولا يجيبوا طفل تولي فيها مصيبه كبيره. ياك نتوما المصايب اللي ديروهم نتوما باسم الدين، اكبر 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 مصايب على هذه الاخت هذه مسكينه اللي طيش الطفل نتاعها. وانا هضروا معايا اليوم نساء وبنات قالوا لي ولدي اذا تنجم تجيبهن نديوهن نربيوهن، والله يا سيدي والله العلي العظيم هضروا معايا نساء وقالوا لي اذا يعطيوهن اي قلت لهم ديروا ملف، ديروا ملف ماشي غير هو وكان بزاف لابوبونيير، ديروا ملف وروحوا قدموه لاداس تكون خدامه ولا تكون خدام وعندك باش تعيش ويعطيهولك ما كاينش مشكل. مي حنا حبينا نروحوا لاكثر من هذا، حبينا اليوم نقولوا للدوله تراجع القوانين تاعها في هذا الشيء، هذا لازم تراجع القوانين تاعها، خليكم ترونكيل، خليه وربي ترونكيل، خليه وربي ما عادش تهضروا بربي باسكو كي تهضروا بربي راكم ديروا لا ما عرفوش شنو، راكم ديروا مصايب اللي الكفار ما يديروهمش، الكفار والله لا يديروهم بسم قال الله قال الرسول قال الله ما عطى وضرب ودير واش بغيت، روح دير واش بغيت، غير قول الله ما عطى برك، هاهم يديروا في الاولاد هاهم يديروا كذا هاهم ما عندهم ما كانش ما كان والو ما كان حتى حاجه، يدير الولاد ويروح يطيشها ويخليها، يروح يدير ربعه يدير خمسه يدير سته، او يدير الولاد مع وحده في خنشله، يدير وحده مع وحده في عين البيضاء، يدير وحده اخرى في قايس، يدير وحده اخرى من هنايا ها ويخليهم يطيشوا، وكساعة روحوا للعداله وطلقوا وكذا ومنا وكي طلقوا الدوله واش تجي قال مطلقه انت يا مدام ونحن نسوك اون شارج، واش يعطيو لها 700000 700000 تعيش 700000 تعيش، وعلاه ماهوش كيما قال واحد نخرجوا من هذا المعزق هذا اللي رانا فيه، والدوله تبدل القوانين تاعها باش ما يضروش الناس يطيشوا ولادهم يطيشوا الاكباد نتاعهم لبرا. يا خويا الطفله تحب تولد تروح للوبيتال نورمال نورمال، ما يسقسيو عليها لا حب تمد اسم تاع الاب تمد، ما تحبش تمد سي سون اخير، تحب يا بنتي ديريه بنت باسمك نديروه لك باسمك، ديروا قانون لي غدوه باش الطفل ما يبقاش يتربى بلا شي كواغط، ويتربى غدوة ما يعرفش باباه وما يعرفش موه، ويخرجوا علينا الناس يقولون أوه قال لك وراو قال لك وراو قال لك، يا ولدي انتوما اسكو ربي سبحانه عز وجل كلفكم انتوما تهضروا باسمو، كلفكم انتوما ربي اللي كلفوا ربي يجي يتكلم معنا، هذو حوايج دنيوية كي تعطيو نقمة يعني كي تعطيو انت نقمة ويماركيوها في الريجيستر يعني عند ربي راه طلع الريجيستر عند ربي وشافوا ربي ثم في الريجيستر باللي الطفل هذا راهو سان انفون اكس وراهو كذا هكذا ها ولا تبعثوا له فاكس انتم تبعثوا لله تعالى تبعثوا له فاكس، وعلاه تمسخروا عليه يا اخي حوايج دنيويه هذو فيهم، واش كي دير انت طفل ولا طفله باسم انسان ولا واحد دوكا يحب يروح بلا بوبونيير يجيب طفل يا خويا طفل صغير يديه له باسمه خلاص هذا ما كان مش مشكل يولي ولده خلاص، حنا شفنا ناس داروا هالشيء هذا واليوم الاولاد راهم في اليونيفرسيتي وراهم يقراوا لاباس عليهم وهم يشتيو هذو اللي رباوهم هذو اكثر من والديهم يحسبوهم والديهم اكثر من والديهم، وشفنا ناس جابوا ولادهم ولادهم كما قال واحد ولادهم هما بعد ولادهم هما بعد وطيشوهم في واش يقولوا في دار العجزه، واش العقليات هذو؟ انا نقول لكم انا نحمل المسؤوليه نحمل المسؤوليه بريميرمون للدوله، لهذو مش الدوله الناس المسؤولين على الدوله، الدوله حاشاها الدوله سو سون لي انستيتيسيون ها، مي الناس المسؤولين على الدوله اللي مازالوا يبزنسوا بالدين مازالوا قال الله يقول، والمشكل وين هو؟ او يقول قال الله هو ياخذ في الدنيا باسم ربي، والله يا ناس والله يا هذا الناس هذو اللي يقولوا قال الله وقال الرسول كسوى امراه ولا رجل ياخذوا في الدنيا اكثر من هذا الاخت هذه اللي طيشت الطفل هذا مسكين، ولو كانت ما جاتش خافت مسكينه من ماليها وما جاتش خافت من الدوله باش تعاقبها وما جاتش خافش من الدواعش اللي يجيو قال كل شغل هما ما يديروا والو، كل شغل هما ياكم الزوجات وراكم ديروا في البردعي وفي النعي وفي البردعي، ياكم الزوجين وراكم ديروا في النعي والبردعي، خليها طفله سيليباتيغ، خليها طفله سيليباتيغ، سبحان الله في كل بلاصه راكم تشوفوا في البلدان المتحضره والمتقدمه طفلة جون في نتاع 16 ولا 20 سنة تجيب الآخر يهوى يفرحوا بها أشد الفرح، يفرحوا بها ويعطيو لها علول ساعة كي تزيد بعد يعطيو لها لابخيم دو نيسونس، لابخيم دو نيسونس
ومن بعد جهه لاستون سوسيال طالعين هابطين عليها مش وحده ولا زوج، عشرات طالعين هابطين عليها للدار نتاعها وين جهه راهي، ولا ما عندهاش دار يروحوا يحطوها ساعه في بلاصه اللي تقعد فيها كيما قال الواحد تاكل وتشرب وترقد نورمال، ومن بعد يحوسوا على سكنه ويحوسوا لها على خدمه ويحوسوا لها منها ويربيوا لها الطفل في حضنها والطفل يعيش لاباس عليه نورمال. ما لقاوش هما، ما لقاوش عاد يربيوا حتى في الكلاب يديروا فيهم ولادهم ما لقاوش، وحنا عندنا الاولاد نرميو فيهم في الزباله. وانا ما نلومش الناس هذو اللي رمات، انا ما نلومهاش صح، سي ان اكت كوندانابل يعني باش نفهموا، مي عندها تبرر حوايج تقول لك انا غدوه يقتلني خويا، غدوه يذبحني بابا، غدوه عائلتي بخسوا بيا، غدوه الجيراني يبهدلوا بيا. ها هو المشكل كيفاش ما نجمناش اليوم احنا في القرن 21 نبدلوا القوانين تاعنا ونخمو شويه. قال ودي خلي ربي ترونكيل بعيد، ربي يحاسبنا غدوه كي نروحوا عنده، واش درك دوك كان عين ربي حاسب تاع تجي انت تحكمو، وكان عين ربي سبحانه وعز وجل حتى الطفله هذه ما تلقاش مع الطفل خلاص، ما تلقاش معاه. وانا شفت انا دي بارون ماهمش كلها يعني حاجه قليله على كل حال، هاد لي بارون هادو شفتهم اللي وقفوا مع بناتهم صراو لهم حوايج كيما هادو وصراو لهم حوايج كيما هادو ووقفوا مع بناتهم وما خلاوش بناتهم يتمرمدوا وما، والله العظيم والله يا خطره واحد باش نقول لكم انا غير صرات بيتيز ما بين الطفل والطفله بالعاني باش يديها، وبي الطفله شاف بلي السيد هذاك ما ينجمش يناسبو عيا 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 حتى الطفله ولات بطلت قالت له ما نتزوجش بك. كيف تزوج بيا وانا وني سما راجلي؟ قالت له يا خويا ما كرهتني ما راني راجل، مشيت معايا يا خويا روح الله يسامح. حتى جو عائله نتاع الطفل هذاك وراحوا للشي ذاك قال لهم ما كاين والو، اه خويا ما تشكيوش بينا، ما نشكي بكم ما نتبعكم، قال لكم قال لهم روحوا يا ناس ما نعطيكمش بنتي ما نعطيكمش بنتي. وبعث بنته راح تقرا في اليونيفرسيتي، واليونيفرسيتي راح دارت ديزيتود سوبيريور وراحت ليترونجي وراهم راهي طبيبه في الاخر، وراح تزوج بانسان تحبو في لامان في لامان من ولا واش هو سي كوا كي توقف معاه. اما خير هكا ولا ما خير تك على بنتك تذبحها وقال ربي قال، اما خير هكا ولا ما خير بنتك تهرب من عندك تروح تهز على راسها وتروح، اه ماهيش بنتي، اه ما كانش ماهيش بنتي، اه بنتي جابتنا العار، شكون عار؟ مرات لك هي وراجل عار. ها أه؟ ولا قال لك حقه حقه لازم تقول الله ما اعطى، يا ما تقولوا هاكم تقولوا الله ما اعطى وتاخذوا في الدنيا، هاكم تقولوا الله ما اعطى وحده، الله ما اعطى زوج، الله ما اعطى ثلاثه، الله ما اعطى اربعه، طلق ربعه وبعد يروح يزيد يجيب وحده اخرى، الله ما اعطى الله ما اعطى وتاخذوا في الدنيا، ومن بعد دوك مو تحكموهم تخليهم هكا يروحوا يديروا الفسق، وتجي تقول لك تقول كيفاش اه كي او كاين الفسق، ياكم انتم اللي تديروا الفسق باسم ربي وباسم الدين وباسم كل، ماهوش هذا اللي جون فيه. هذه جون في هذه سيت فينتا جون في سيليباتير تقرا ولا ما نعرفوش تلاقيت مع صديقها خرجوا مع بعضهم كيما حاجه عاديه جدا، حاجه عاديه جدا ما فيها والو فيها والو. وهم كانوا بعض الدواعش اللي راهم يسمعوا فيها وراهم ماهوش عاجبهم الحال، يقول لك كتشوف هذا الطحان هذا واش يهدر، هذا كتشوف هذا الدايوث هذا واش يهدر، الو ما كانش طحاحنا قدكم انتوما، ما كانش ناس دواعش قدكم انتوما، انتوما اللي درتوا هذا الشيء هذا حتى وليتوا تخليوا المراه مسكينه تطيش ولدها ولا تطيش بنتها، ياكلوهم الكلاب ولا ياكلوهم الذيوبه ولا تموت بالبرد ولا كذا ولا منا، اور كو سهله مهله الطفله تحكموا صح ما تحكموش، كان لا بوبونير تروح تعطيه تسامح فيه في لمن في لمن، تجي عائله تديه تربيه وخلاص، عائله تربيه وخلاص. حنا كي نهضروا كيما هكذا باش نوعيوا الناس، باش نوعيوا المجتمع، باش نوعيوا الناس اللي يحكم بنته يقول لك انا لو كان بنتي دير كيما هكا نحي لها راسها، يا ولدي انت تعب غير تنحي الراس انت، علاش تنحي الراس؟ باسكو انت داعشي، سي نورمال تنحي لها راسها، سي نورمال، هذا ما كان، دونك ما جيتش داعشي، تفهم الوضعيه، تفهم باللي بنتك هذه راهو دارت واش يديروا النساء الكل، دارت واش يديروا النساء الكل وما دارتش واش يديروا هذوك اللي يضربوا لحيه لهنا، يضرب اللحيه لهنا ولا الاخرى يضرب البرقع هذاك وتولي تقول لك انا راني ولد اني ملك واش يقولوا ملائكه، هذوك ماهيش ملائكه، هذوك هو ثاني اللي يضرب اللحيه لهنا مش حجاج يا اخي هضرت لكم هذوك النهارات حجاج حتى في مكه ما الفسخ كاين حتى في مكه دوك ولا لي رونديفو يداروا في مكه. دونك خليكم من هذه تاع ربي سبحانه وعز وجل، نهضروا على حوايج دنيويه، نهضروا على حوايج باش ما نوليوش نخليو المراه طيش الطفل نتاعها، ما تسمحهاش يا سي محمد، ما تسمحهاش سور بروسي فيربال لاباس، سي ان كريم هذا ولا؟ سي ان كريم ولا؟ المراه خويا
خويا الدات اذا الطفل جاي يحب يخطب الطفله يديها من بعد يروح يخطبوا يروحوا كيف اسمه لاميري يديو جوج شهود ويروحوا يسنيو في الامان في الامان. واذا ما حبش الطفل الله لا يترجعوا روح قود على روحك ما نعطيكش بنتي خلاص اي والله بالحرام لا تشوفها خلاص اي روح قود حتى وتقول لي انا نقول لك ما تديهاش اي مادامك انت على الاول ما حبيتش تستعرف ولا ما حبيتش تجي الطفله تديها ومن بعد وليت والله ما تديها روح تقود على روحك قالي واش هو سي كوا دونك لازم يجي الناس نهار اللي جاي اللي لازم المسؤولين نتاعنا يتفطنوا لهذا الشيء هذا الكريم هذاك نتوما اللي تحاسبوا عليه يا مسؤولين والله يا هذو لي بيبي لي فيتوس هذو اللي طايشوا منا ومنا وياكلوا فيهم الكلاب وياكلوا فيه والله اني حاسبكم ربي والله اني حاسبكم ربي وهالولاد الثاني مساكن اللي تبكيو فيهم وهالولاد مساكن اللي يكبر كما قال واحد انا شفت قداه الواحد مساكن ما يقراوش وما عندهمش الكواغط وهم يطيشوا مساكن وباقيين هكاك ما عندهم لا ما يقراو لا والو لا يدو ربي قالكم ديروا كيما هكا ربي قالكم ديروا فساد هذا الفساد هذا ماهوش الطفله والطفل اللي خش الطفله والطفل لي فولاسيون هذو كاينين راني قلت لكم انا نساء تلقاها مراه متزوجه وتروح دير دي فولاسيون مع واحد اخر راجل متزوج يخلي مرته ويروح يدير دي فولاسيون هذو كل نعرفوا كلش ونعرفوا كلش وهاد الناس يتحلوا في الفام هما يتحلوا منها كما يقولوا الناس يشوفوا غير الجمل يشوف غير الحدبة صاحبه كي شي فايت عليه جمل يضحك عليه ها شوفوا عنده امبوس ما شافش هو لا بوس اللي عنده ما شافش دونك الناس البارح اللي كلموني على هذا الشيء هذا وتكلمت اليوم مع ثاني ناس اخرين الحل هو ان لازم بريميرمون الدوله تنحي لي بوشويت هذو الناس نحي با بوشويت يا خويا لو كان جات طفله مينور بتاتا دور فيها دي تورنمون دو مينور تخش فيها منها مي طفلة ماجور طفلة ماجور والراجل ماجور واش من بورسويت كاين واش من بورسويت واش من بورسويت داروا حاجة لا أخلاقية لكن انت هو اللي لا أخلاقي ما مش هما انت اللي لا أخلاقي هما داروا حاجة نورمال المرا والراجل مديرين لبعضهم باش يتزوجوا مع بعضهم باش يمشيو مع بعضهم باش يخرجوا مع بعضهم باش هذا واش مديرين واش ناقص ناقص الله ما أعطى هذه هي اللي ناقص ياكم خليو روحوا نتوما ديروا والله ما عطا وخليهم هما طرونكيل روحوا نتوما ديروا والله ما عطا وديو ربعه وديو خمسه وديو سته وخليهم يروحوا يفسقوا وخليهم هذو الناس طرونكيل على روح ما تحبسوهمش وما ديرولهمش مشاكل باش الطفله ما تقدرش تطيش ولدها ولا تلقاها كي تحب تدي ولدها يا خويا اموال تعاونوها والدوله تعاونها وتعطي لها كيما قال واحد وين تكون ولا تعطيها لا حتى اذا حوزوهم دارها حوزوها اموال تلقى ولا جهه تخش لازم ديروا كيما هكا هاهم سيادكم سيادكم هذو تعيطوا لهم انتوما الكفار مديرين كيما هكذا واش صرا عندهم سيادكم هذو ضربهم زلزال ولا 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 راهم عايشين في ميزيريا ياكم انتوما اللي عايشين في الميزيريا هما الكلاب والبطوط نتاعهم عايشين خير منكم الكلاب نتاعهم هذو اللي تعيطوا لهم انتوما الكفار الكلاب نتاعهم والبطوط نتاعهم بالحرام ياكلوا خير منكم ها يا سيدي ياكلوا من 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 من, من الماغازان والله يا الكلاب نتاعهم لا ياكلوا الخماج اللي ياكلوه نتاعنا حنا العباد نتاعنا حنا ها يا سيدي روح جيب له تشوف عدس ولا جيب له منها بالحرام لا ياكلها لو كان ما تجيبلوش حاجه في الباطه نتاعها نتاع الحيوان بالحرام لا ياكل لك هذاك الخماج هذاك عندهم حتى لي كارت نتاعهم فاكسان عندهم كلش نتاعهم انت عندك فاكسان انت ها ما عندكش فاكسان تاكل انت من الماغازان هاك تاكل غير اذا لقيت العدس هذاك المسوس هذاك ولا تلقاهوش منه وديما ربي توفقنا عليكم ما يوفقكمش ربي عليكم على الله اوكونترير هما اللي وفقهم ربي علينا ربي يجيب الخير على كل حال هاتوا تهلاو ان شاء الله.